السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هناخد نوافذ لغة عربية للصف الثاني الابتدائي مع بعض. نفتح كتاب العربي اللغة العربية صفحة 134 ونقرأ مع بعض درس الأخلاق الكريمة. معايا كلمة كلمة. الأخلاق الكريمة التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه. ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة. ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمع، ومنها دور الأيتام ودور المسنين، المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة، وزراعة الأشجار والحفاظ على البيئة. ده كان درسنا في الأخلاق الكريمة صفحة 134. تعال دلوقتي نشوف المعاني اللي انت مطالب بيها تعرفها. انا جايبة لك هنا جمل، انت هتستنتج معنى الكلمة من سياق الجملة. تعال نقرأ مع بعض الجملة. العنوان بيقول لي صل الكلمة التي تحتها خط بالمعنى المناسب. الكلمة اللي تحتها خط كلمة أتعاون. طب نقرأ الجملة الأول. أتعاون أنا وأختي في تنظيف المنزل. معنى كلمة أتعاون، معنى كلمة أتعاون معناها نختار مع بعض. أطفال فقدوا أباءهم؟ لا طبعا. نتشارك. معنى أتعاون نتشارك، نتشارك أنا وأختي في تنظيف المنزل. يبقى هنوصل الجملة دي بالكلمة معنى أتعاون نتشارك. الجملة الثانية، أذهب كل شهر لزيارة الأيتام. معنى كلمة الأيتام، من هم الأيتام؟ أطفال فقدوا أباءهم، ولا نتشارك، ولا الطبيعة من أرض وهواء ومياه، ولا كبار السن؟ معنى الأيتام الأطفال اللي هم فقدوا آباءهم. يبقى معنى الأيتام الأطفال الذين فقدوا آباءهم. هنوصل كلمة معنى الأيتام بالأطفال الذين فقدوا آباءهم. الجملة الثالثة، يحتاج المسنون للمساعدة في الحركة. يحتاج المسنون للمساعدة في الحركة. معنى كلمة المسنون، معنى كلمة المسنون، يا ترى الفضيل للطبيعة من أرض وهواء ومياه، ولا كبار السن؟ من اسمها باينه. معنى المسنون اللي هم كبار السن، اللي هو جدك وجدتك. طبعا احنا لازم نساعدهم في الحركة ونساعدهم في كل شيء هم يطلبوه مننا. يبقى معنى المسنون كبار السن، معنى المسنون كبار السن. اخر حاجة، حافظ على البيئة دائما. معنى البيئة هي ايه؟ البيئة هي العنوان الفضلي او المعنى الفضلي، الطبيعة من ارض وهواء ومياه. الطبيعة اللي حواليك، الهواء والمية، دي بنسميها البيئة اللي حوالينا. يبقى معنى البيئة الطبيعة من ارض وهواء ومياه. دي المعاني اللي انت مطالب بها في درس الاخلاق الكريمة. معايا مع بعض اللغويات. الكلمة ومعناها، اتعاون معناها نتشارك. اتعاون معناها ايه؟ نتشارك، نساعد بعض. من هم الايتام؟ قلنا الايتام الاطفال الذين فقدوا اباءهم. معنى المسنون اللي هم كبار السن. من هم المسنون؟ كبار السن. ما المقصود بالبيئه؟ البيئه هي الطبيعه من ارض وهواء ومياه. اللي حوالينا، الماء اللي حوالينا، الهواء والارض اللي حوالينا، دي اسمها بيئه. دي المعاني اللي انت مطالب بيها تعرفها. تعال مع بعض نركز على اهم العناوين اللي موجوده في الدرس. انا عملتها لك ملخص كده جميل وسريع. تذكر ان اول حاجه في الدرس عرفنا من الاخلاق الكريمه ان نقول الانسان ده اخلاقه كريمه، اخلاقه عاليه جدا، لازم يكون ايه؟ بيتعاون. يبقى من الاخلاق الكريمه التعاون. مع مين تتعاون؟ ممكن تتعاون مع ابناء الاسره، مع اسرتك، تساعد باباك مامتك في الفصل، وانت في الفصل تساعد زميلك في المدرسه، تساعد المعلم والمعلمة في الحي، زرعوا أشجار، تزرع معاهم، نظفوا الحي، تنظف معاهم. والمدينة، المدينة عملوا مثلا لافتة، كتبوا في المدينة لافتات بتدعو للشيء الخير اللي تعمله، تساعدهم في كتابة لافتات مثلا. والوطن، تكون بتحافظ على وطنك، تتكلم بطريقة كويسة عن وطنك. يبقى أنت تساعد أو تتعاون مع الأسرة ومع الفصل ومع المدرسة والحي والمدينة والوطن. دي أول حاجة علشان اقول انت اخلاقك كريمه لازم تكون متعاون. طب تاني حاجه، يتعاون ابناء الوطن للمشاركه في المهام ومساعده المحتاج والحفاظ على المكان.
يبقى المهام اللي انت تقوم بيها ايه؟ تساعد المحتاج. انسان مثلا فقير، انسان مثلا عايز مساعده، عايز تحل معاه مثلا مشكله، وقعت مشكله مش عارف يحل مشكله انت بتساعده فيها، او تحافظ على المكان اللي انت عايش فيه، ما تلقيش القمامه، ما تلقيش حاجه في الشارع، يبقى تحافظ على المكان اللي انت عايش فيه. يبقى التعاون، يتعاون ابناء الوطن للمشاركه في المهام ومساعده المحتاج والحفاظ على المكان. طيب تعال نشوف من الاخلاق الكريمه ايه تاني. يتعاون ابناء الوطن في الحفاظ على ايه؟ تاريخه وتراثه. انت مثلا رحت مزار سياحي، مزار، رحت الاهرامات مثلا، او رحت مكان جميل جدا في مصر او في القاهره، ما تسيبش المكان مثلا، انت رحت مكان نظيف، ما تسيبش المكان بقى بعد ما انت زرت المكان تسيبه متسخ وترمي القمامه، لا، تحافظ على المكان اللي انت رحته. انت كده بتحافظ على بلدك وبتحافظ على التراث اللي موجود في بلدك، ان كانت الاهرامات دي بتعبر عن تراثنا، ان كانت مثلا نهر النيل ده بيعبر عن تراث مصر. وازاي احافظ على تاريخ بلدي؟ احافظ على تاريخ بلدي اللي انا ما اشتمش في بلدي، اللي انا اذكر بلدي بالاعمال اللي قمت بيها، والاعمال، الاعمال الناس العظيمه اللي قامت في بلدي باعمال جميله. طب تعال نشوف من الاخلاق الكريمه تاني، من امثله التعاون في مصر ان انا بتعاون في ايه؟ عندي أماكن بتعاون فيها وبساعد فيها الناس المحتاجة. زي إيه عندي؟ دور الأيتام ودور المسنين. دور جمع دار، دور الأيتام. أنا بروح دور الأيتام علشان أشوف الأطفال اللي هناك اللي محتاجين مساعدة، أقدم لهم مثلا مساعدتي، أقدم لهم هدايا، أقعد معهم شوية، ألعب معهم شوية. يبقى أنا تعاونت مع وطني بالطريقة الحلوة دي. دور المسنين، أروح لدور المسنين، جمع طبعا دور جمع دار. دور المسنين دي بيكون فيها الناس الكبار اللي هم محتاجين مساعدة في الحركة، مساعدة مثلا أقعد معهم شوية، أكلمهم شوية. يبقى أنا بساعد الوطن في أن أنا بروح أزور دور الأيتام ودور المسنين، أقدم لهم الهدايا، أقعد معهم شوية. تمام؟ ده دوري أنا. طيب مصر ممكن تعمل إيه تاني؟ أو أنا دوري كمصري أعمل إيه تاني؟ المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة. أنا مثلا ربنا ميسر لي الحال ومعايا مبلغ من المال، وغيري معاه مبلغ من المال، مثلا نتفق مع بعض اللي احنا نشتري ملابس ونشتري أغذية، غذاء، ونعمل معرض للأغذية ومعرض الملابس بأسعار مناسبة، أسعار بسيطة زهيدة. الناس اللي عايزة تيجي تشتري من المعرض ده بتقدر تشتري المنتجات اللي هي عايزاها بأسعار مناسبة. طب أعمل إيه تاني؟ ممكن أزرع الأشجار والحفاظ على البيئة. كل ده انا ممكن اعمله، وعشان كده لازم لو انا عملته يبقى اخلاقي كريم. طيب هناخد النهارده في الدرس الاساليب والتركيب في الدرس دوت، الجمله الاسميه والجمله الفعليه. الجمله الاسميه هي الجمله اللي بتبدا باسم. اي جمله بتبدا باسم يبقى كلها جمله اسميه. طب الجمله الفعليه برضو هي التي هي الجمله التي تبدا بفعل، لازم تبدا بايه؟ بفعل. هنا بيقول لي حدد نوع الجمله اسميه ولا فعليه. هبدا اشوف اول كلمه هي اللي تحدد لي، احط خط كده عند اول كلمه. احب، احب، هنا احب فعل ايه؟ فعل مضارع، فعل مضارع بدات بفعل، يبقى الجمله كلها جمله فعليه. يبقى جمله ايه؟ جمله فعل، ما اكتبش فعل بقى، لا، فعليه. تو في ناس بيكتب له جمله فعل، لا، اسمها جمله فعليه. تعال نشوف الجمله الثانيه. الطفل يبكي لانه جائع. حط خط تحت اول كلمه. الطفل بتبدا بالف ولام، يبقى اسم، يبقى اسميه، يبقى الجمله بدات باسم، يبقى الجمله كلها اسميه، يبقى جمله اسميه. التعاون من الاخلاق الكريمه للسائلين. كلمه التعاون بتبدا بالف ولام تبقى ايه؟ اسم. يبقى الجمله كلها ايه؟ اسميه. يبقى جمله اسميه. ممكن نوع تاني من التمرين يقول لي حول الجمله من اسميه لفعليه. الطفل يتعلم السباحه. الطفل يتعلم السباحه، مش هي بدات باسم، انا عايزاها فعليه. خلاص جيب الفعل في الاول، يبقى يتعلم. مين اللي بيتعلم؟ الطفل بيتعلم ايه؟ السباحه. تنزل زي ما هي. وبكده انتهى درسنا النهارده، الاخلاق الكريمه والاساليب والتركيب، الجمله الاسميه والجمله الفعليه. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده ان شاء الله. احب افكركم بواجب النهارده، صفحه 133 134 135 و136، تحلوا مع ماما، واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.